تمكن مستخدم فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأمبواقي من اكتشاف ورشة سرية مختصة في تقليد وصنع مختلف أنواع مستحضرات التجميل. العملية نفذت وسط مدينة عين البيضاء بناء على معلومات تفيد بوجود مرآة يستغل كورشة سرية لإعداد وتقليد مختلف أنواع مستحضرات التجميل. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش المرآة أين عثر بداخله على كميات هامة من مواد التجميل أجنبية ومحلية الصنع ومواد أولية تدخل في صناعة هذه المستحضرات، بالإضافة إلى كمية معتبرة من القصصات لعلامات متعددة تستعمل في عملية التقليد بقيمة إجمالية تقدر ب 530 مليون سنتيم. رفعت ضد صاحب الورشة جنحة التهريب وجنحة التقليد علامة تجارية وجنحة الغش والتدليس وانعدام الفوترة.